مونتاجها يا سيدي متفرد بالحسن والإتقان والإبداع، تصميمها راق وما بصماتها إلا مثالا يحتذيه الساعي، إلا مثالا يحتذيه الساعي. وبعدها ألحقني والداي حفظهما الله مدرسة خصوصية للتعليم الأصيل، فنلت في المغرب. نعم في المغرب، وبالضبط منطقة قريبة قليلا من الدار البيضاء اسمها الوازيس، فنلت من الرعاية والاهتمام ما زاد من حبي وتعلقي بالقرآن الكريم، حتى إن المدرسة كانت تقدمني يوم الجمعة أخطب بالتلاميذ ويصلي خلفي الكثير من التلاميذ على ما أظن المؤسسة بأكملها. وانت تستاهل أصلا. الله يبارك. في هذه السنة أو في السنوات الأخيرة كنت أتلقى على والدي أو والداي قواعد التجويد، وأجلس بين يدي ثلة من المشايخ الكرام وأذكر بعضهم، أولهم الشيخ الحسن أصنغور والشيخ سعيد بلعزي، وأدرس الآن حاليا على يد الشيخ طارق ماهر جزاهم الله عني خير الجزاء. جزاهم الله خير لإن شاء الله. مونتاجها يا سيدي متفرد بالحسن والإتقان والإبداع، تصميمها راق وما بصماتها إلا مثالا يحتذيه الساعي، إلا مثالا يحتذيه الساعي.